يعني كيف يرى السوريون هذه الإسهامات وهذه المساعدات من يعني الشعب المصري والحكومة المصرية في دعم السوريين بعد الزلزال المدمر؟ مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لضيفك الكريم، مساء الخير للسادة المشاهدين. في الواقع كانت الهمة والنخوة المصرية متقدمة على كثير من الإغاثات التي وصلت بعد 24 ساعة أو أقل، حتى كان الطيران المصري يحمل إغاثاته، والأهم كان أيضا يحمل من المصريين المختصين في عمليات الإنقاذ. وكما تفضل ضيفك الكريم، المنقذين أو المنقذون المصريون كانوا أول من دخل إلى منطقة جندارس في شمال حلب وتلك المنطقة المنكوبة، ودخلت إلى الأراضي التي لا تسيطر عليها الدولة السورية بموافقة الدولة السورية، فكان هذا الأمر عامل اطمئنان كبير وأشاع مناخا من التفاؤل بأن الأشقاء المصريين كانوا على وجود على رأس هذه الكارثة بكل ما أوتوا من إمكانيات وأدوات وعمليات إغاثة وقضايا إنسانية وطبية أخرى. بالتالي أعتقد بأن المبادرة المصرية ليست غريبة على مصر ولا على أهلها ولا على قيادتها في الحقيقة، وخصوصا لدى السوريين، فالسوريون ينظرون دائما إلى المصريين أشقائهم وإلى الدولة المصرية على أنها ركيزة من ركائز إسنادهم في كل الملمات عبر التاريخ. وهذا اليوم، هذه السفينة التي بحمولتها كما أعلن 500 طن ربما تضاهي كثير من خطوط وجسور الطيران التي وصلت، مشكورة طبعا إلى الشعب السوري. وهذه المبادرة المصرية أقول وأعود وأكرر أنها ليست غريبة على هذا الديدن. المناخ السائد في سوريا هو أن حين تقدمت الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وبادر بالاتصال وبدأ بعمليات الإغاثة عبر طيران عسكري للإسراع في ذلك، كان هناك حقيقة مناخ من التفاؤل، مناخ من الطمأنينة بأن الشقيقة مصر اليوم تقف إلى جانبنا، وبأن سوريا والشعب السوري ليس وحيدا، وتحديدا حينما تبادر القاهرة بقادتها وبشعبها الذي اعتاد السوريون على التعاطي معه دائما في الملمات وفي الأفراح.